السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في سواد السباعي. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. حضرت اليوم وصفة ديال اليدين والرجلين باش نعتنيو بيدينا ورجلينا والأظافر. دابا ان شاء الله وقت الصيف، دابا داز العطلة، الواحد كيكون في البحر في البيسين، اليدين والرجلين كيتعبوا بزاف، كتر الرجلين كيتعبوا بزاف، وحتى الفطريات كيكونوا فينا حيت الماء ديال البحر وديال لابيسين وداك الشيء كله كيرجع لينا. دابا ان شاء الله غادي ندير معكم هاد الوصفه اللي هي مجربه، وصفه عاديه ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تضر الجسم ديالنا كاع. ما تنساونيش بلي لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير معايا اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. هاد الوصفه هادي اللي غادي ندير معكم حيت كما قلت لكم مجربه ومتيقه فيها وتتعطي المفعول ديالها. انا شيوات سباعي الطبخ، ولكن السيدات اللي كيشوفوا معايا في القناه كان سبق لي درت واحد الغسول ايوا وعجبهم وهذا وكيسولوني، والحوليه باش ندير معاهم بحال هكا هاد الشيء، الوصفات القدام ديال البشره ديال الشعر ديال، وان شاء الله غادي نبقى مرة نوري لكم شي وصفة اللي هي مجربة ومؤكدة ما فيها شي حاجة اللي غادي تضرنا. اول حاجة في هاد الوصفة كنشوفو شي بانيويات ولا هذا، فاش غادي نديرو هاد الوصفة. كما كتشوفو دابا هاد البانيو راه كبير على الاخر، واحد صغير وواحد كبير. هاد الكبير هو اللي يمكن لينا نديرو فيه رجلينا، حيت غادي يكون الماء مضاعف على حساب الرجلين، وهذا اليدين الماء اللي غادي ندير ليديا حسب قياس واحد يطرو لاربع هكاك ديال الماء، ولا يطرو كاع على حسب فين الوصفه غادي توصل في ليدينا، على حسب القباطي البواني ديال اليد فين توصل الماء. كأي سيده راه غادي تعرف القياس ديالها اللي غادي يكفاها. وهذا الماء راه كيكون دافي، ما تيكونش بارد، نديروه دافي ماشي سخون بزاف ماشي بارد، نديروه دافي. تشوفوا انا خويته من الغلاي وانا درت فيه يدي، راه دافي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو اللي غادي نديرو في هاد الماء باش غادي نديرو فيه يدينا. غادي ندير الليمون الحامض او السيترون كما كتشوفوا، كنديروه على حساب الماء فين يوصل البواني ديال اليد باش تفرنا ويدينا كامله تستافد منه، كيريح كيحيد حتى التعب من اليدين ومن الرجلين، كنرتاحوا ملي كنديروا هاد الماء دافي في هاد الشيء اللي غادي نضيفوا ليه. انا عصرت الحامض قدامكم باش تشوفوا القياس، راه غير معلقه صغيره ماشي بزاف. الزيت البلديه او زيت الزيتون حتى هي زوينه بزاف مع هاد الحامض، حتى هي معلقه صغيره. هاد الشيء كاع اللي وريت لكم راه حاجه سهله وعاديه، ما غاديش نخافوا منها تخلي لنا شي مخلفات في يدينا ولا في رجلينا، راه عادي. الوصفات القدم كانوا هادئين ما فيهمش بزاف ديال هذا، الواحد كيكون يدير غير حاجه طبيعيه. دابا هذا غير الطبيعي، الماء كما كتشوفوا راه في هذا البانيو واصل فين غادي تحط يدينا تتوصل عندها. غير تنوري لكم ما هي، راه خص الوقت اش تبقى واحد 10 دقائق بعدا الواحد هو حطهم في هذا الماء، وكيبقى يدير لهم المساج مره تدير يد مع يد هكا المساج والضفار باش كيتنفعوا اليدين بهذا الماء والحامض والزيت. راه كتفتح البشره كيف ما بغات تكون البشره، يا بيضه فيها شويه ديال التعب، يا الواحد يكون حمراني، كتفتح البشره كما كنقولوا كتسقلها، كتخليش فيها شي حاجه اللي زايده، تيبقى غير اللي هو طبيعي فينا خلقنا به الله هو اللي كيبقى، ما اللي زايد كيتحيد. هاد الوصفات بحال هكا تيكونوا زوينين. انا دابا كما وريت لكم وباقي التابع ديالها، تشوفوني كيفاش ملي غادي نحيد يديا من هاد الماء شنو غادي نزيد تاني. غير طبيعي
وراه كان نقولها لكم ونعاودها، راه اي وصفه غادي نبقى نوريها لكم اللي هي مجربه ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تضرنا. بهذا الورق هذا اللي كيكون عندنا ديال كنحطو مع الماكله في الطبله، كان هذا كيشرب هو، كنمسحو به غير بشويه غير بلطف، ما كنبقاوش نمسحو بزاف باش يبقى داك المفعول ديال الزيت والحامض في يدينا، راه مزيان واخا يبقى في يدينا مده طويله، نبات وكاع بيه ما عنده ما يدير لينا، بحال شي كريم بارد كيرطب لينا يدينا وكيريحهم. دابا كنقطع هاد الدوائر ديال القطن اللي تيكونوا راه موجودين كيتباعوا موجودين، هاد القطن بهاد الشكل هكا دوائر عندي هنا في هاد البخاخ كيتباعوا، كنشريوهم، كاينين فيهم الكبار كاينين الصغار. كاين انا دايره فيه خل التفاح، هاد خل التفاح راه رحمه الفطريات بعد هاد الرجلين والضفار اليدين الا فيهم شي حاجه كلشي كيحيدوا هاد الخل ديال التفاح، وراه موجود كيتباع دابا، راه ولا كتير مع ولات عليه الهضره بزاف، ولا كتير كيتباع حتى عند العطاره كيبيعوه. انا كنصوبو حيت تنعرف ليه القياس ديالو وكنعرف كيفاش نصوبو، راني دايره واحد الفيديو للقناه دابا نطلقوا تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو في المنزل، واي حاجه درناها في المنزل راه تتكون حسن. دابا هاد خل التفاح غادي نصوت ندير بهاد البخاخ يفزك هاد القطن يترطب بهاد الخل، غادي نرطبو شويه بها نتوما كما كتشوفوا، وغادي نبقاو نلويو على ضفارنا حيت غير الا دهناهم دغيا كينشفوا، بهكا كيبقى داك الخل ديال التفاح كيقضي فيهم كيبقى يعالجهم. كنديرو هاد العملية لضفارنا كاملين وكنجلسو شوية 10 دقايق، المهم قد ما جلسنا راه ما عندو ما يدير لينا، الا ما نفعنا ما يضرنا، وكنحسو بداك القطن صافي راه الشرب ما بقاش فيه وكنحيدوه. هاد العملية ضرورية نديروها لضفارنا، راه الضفار تياكلو الشحط لا اليدين ولا الرجلين، ديال الرجلين دابا كيما قلت لكم مع البحر ولا بيسين وهذا والمشايات ما كنكونوش نديرو تقاشر، ما كنديروش شي حاجه اللي طالعه على الرجلين، كيكونوا غير مطلوقين كيلصق فيهم بهاد الفطريات بزاف والعيا والتعب، هادو حسن كنديروهم هاد القتل الضفار اليدين والرجلين. هكا مبلل بهاد الخل ديال التفاح، انا كنقولها لكم وكنعاود، هاد خل التفاح راه رحمه، شامبينيو كلشي كيحيدهم، وكاينه حتى الوصفات ديال الشعر بيه يعني كنحيدو، كنوري لكم كيفاش كيبقى الضفر منو ناشف ويبقى راه ما نغسلوش يدينا كاع، يبقى فيهم راه مزيان كينفعنا، لا هاد الزيت مع الحامض لا هو، ملي نغسلو يدينا ملي نحيدوه ما نغسلوش يدينا غير نخليوهم. بحال درنا شي كريم لدينا وبقى فيهم راه ما عندو ما يدير لهم، والو تيبقاو مزيانين بالعكس تنعالجوهم. هاني دابا صافي كملت كما شفتو، هادشي هذا راه ما كيقلش لينا الوقت، ملي تكون عندنا شوقيه نعتنيو بيدينا وبرجلينا، راه هاد الوصفه مجربه ومؤكده، والى فيديو مقبل ان شاء الله، وبالصحه والراحه.